كنا قاعدين هون بالبيت ما سمعنا الا شيء صوت وفقع. كنا احنا عم ناكل، قام الصغير لحق امه على المطبخ، كنا انا وصغيري وكان عندي بنتين هون ماشيات. طلعت اخيو انا طالع ما شفت الا الاولاد واقعين هون بهالدمر هذا. طلعت انا طالع اخيو جرحى وما جرحى، ورحنا على جيراننا هون كمان واسعفته على وراح على المشفى الميداني.